النهارده ماتش مهم جدا، لان زي ما احنا عارفين يعني مش عايزين نتكلم على اللي فات، ولكن عايزين نتكلم على المرحله اللي احنا فيها. المرحله اللي فاتت الحمد لله رب العالمين النادي الاهلي حدث ولا حرج كعادته دائما. الظروف اتصعبت علينا، قلنا ان احيانا بيبقى فيه اخطاء مننا، واحيانا كتيره احيان كتير بيبقى اخطاء متعمده، ولكن نادي الاهلي طول عمره بطل. نادي الاهلي بيلعب لحد اخر مباراه. انا بقولش كده عشان حاجه معينه، لا انا بقول كده لان احنا ما بنيأسش. لعيب النادي الاهلي، جمهور النادي الاهلي، المنظومه كلها ما بتيأسش من اي حاجه. احيانا بيكون عليك ضغوط، بتتعرض للظلم، وزي ما شفنا ظلم التحكيمي في السنه دي كان عامل ازاي، ضغوط المباريات اللي كل يومين ثلاثه، ولينا ارقام هنجيبها لحضراتكم هتعرفوا قد ايه النادي الاهلي مش يعني الكلمه الخفيفه الطحن السنه دي. الطحن فعلا. والطحن للاسف واتداس عليه او جه ضغوط عليه جامده جدا علشان هو بيمثل مصر. نتكلم على جدول بيتحط للنادي الاهلي يلعب مباراه كل يومين ثلاثه بحجه ان في مؤجلات، والمؤجلات عشان هو بيلعب باسم مصر، بيشرف مصر، بيرفع رايه مصر، بيرفع علم مصر، بياخد كل البطولات الخارجيه باسم مصر. المهم اللي عايز اتكلم فيه، انت تفتخر ان انت اهلاوي، اوعى تزعل ابدا، وراسك لفوق على طول، محدش يكسرك، انت البطل. النادي الاهلي عودنا هو البطل دايما، والكره في الملعب. احنا مش من النوع اللي بنيأس وان احنا بنحبط. ممكن بعض اللعيبه يجي لها حته الاحباط شويه، خصوصا ان كان بعض المواقف بايدينا احنا، ولكن احنا يعني فرطنا فيها. ولكن عايز اقول لك ان اللعيبه دي لعيبه ابطال جدا جدا جدا. الموسم اللي فات دوت، او الموسم اللي احنا فيه دوت اللي هو ملضوم في الموسم اللي فات، حصل فيه يعني حاجات انا ما شفتهاش طول عمري في الكوره. طول عمري ما شفتهاش في الكوره. ان انت تطلع من ماتش، تسافر بره، ترجع، تاخد راحه يوم، تلعب اليوم اللي بعده، تخلص الماتش الساعه 11 12 بالليل، يعني دخلت في يوم جديد، تريح يوم، يا ريت راحه يوم، ده حتى ما ينفعش يعمل فيه استشفاء. ما ينفعش ان احنا نصحح اخطاء الماتش اللي راح دوت. ما ينفعش الراجل يقول حاجه جديده في الملعب. انما وبعدين ايه؟ ده انت ايه؟ تلعب النهارده في القاهره، بكره تسافر تروح قطر، ترجع من قطر تروح الاسكندريه، ترجع من اسكندريه تروح السويس، ترجع من السويس على المحله. ده في عرف مين؟ ده انا عايز اجيب لحضراتكم، هنجيب جدول بعد شويه، هنقول بس الموسم، بدايه موسم اللي احنا فيه 2021 ده، اول مباراه للنادي الاهلي كانت مع المقصه يوم 13/12، دي بدايه الجدول. بدايه جدول الدوري. ده غير اللي فات، غير السنه اللي فاتت. 13/12 بدايه جدول الدوري. حتى وقتنا هذا النادي الاهلي لعب 49 مباراه في مختلف البطولات. 49 مباراه في كام يوم بقى حضراتكم؟ في 249 يوم. النهارده المباراه رقم 50. لو جينا قسمنا وحسبنا هنلاقي ان النادي الاهلي بيلعب كل خمس مباريات كل خمس ايام مباراه. بس تعالى بقى اقول لك ازاي المباريات اللي كان بيلعبها النادي الاهلي. كان بيلعب هنا في القاهره، وبعدين يطلع بره، يسافر بره، يلعب في بطوله كاس عالم، وبعدين يرجع يلعب تاني. ما بيلعبش بقى في ارضه في القاهره، يروح على اسكندريه، يروح على المحله، مش عارف يروح على السويس، يلعب ويطلع بعد كده ماتشات افريقيا، وبعدين يرجع تاني ويقول لك ايه؟ ما هو الاهلي هو اللي متاجل له ماتشات، هو الاهلي متاجل له الماتشات، وهي اللعيبه قاعده في البيت؟ هو الاهلي كان بيتاجل له ماتشات ليه؟ الاهلي هو كان الفريق اللي بيكمل وبيمثل مصر في افريقيا، وشرف مصر في افريقيا، وزي ما شفنا
جبنا التاسعه السنه اللي فاتت والعشره السنه دي، هو ده النادي الاهلي. وما قلناش حاجه على فكره، احنا ما قلناش ان احنا مضغوطين ومش مضغوطين. يمكن الكابتن سيد عبد الحفيظ الماتش اللي فات قال لك احنا غلطنا حاجه بقى في حاجه واحده بس، ان احنا وافقنا على ضغط المباريات دي، وده مش هيحصل تاني. اللي اتعمل السنه دي في لعيبه النادي الاهلي وفي النادي الاهلي انك تلعب كل يومين ثلاثه ماتش، ده عمره ما حصل في الدنيا، ده ما بيحصلش في العالم. ده ضغط مباريات تاريخي يتحط في موسوعه. مفيش. انا عايزك تفخر، تفخر بفرقتك، فرقتك اللي رفعت كؤوس زي ما احنا شايفين على الشاشه، رفعت كؤوس في كل المحافل سواء الداخليه او الخارجيه، خدت البطولات كلها من السنه اللي فاتت حتى وقتنا هذا، وما زال الدوري في الملعب. هتقول لي يا عم ايمن ما انت بتتكلم ايه، ده انت في الاحلام. يا سيدي احنا لحد دلوقتي حسابيا الدوري ما زال في الملعب، عندي امل لحد اخر لحظه، عندي امل لحد اخر لحظه. ولو لا قدر الله خسرت الدوري، انت بطل، انت بطل، انت داخل كل البطولات جبتها، كل البطولات اللي انت دخلت فيها جبتها، يعني نسبه نجاحك 100% حتى وقتنا هذا. واخد دوري السنه اللي فاتت، واخد حاسم الدوري في اغسطس، الدوري خلص على فكره شهر 10، انت حسمته قبلها، حسمته في اغسطس، طلعت من اغسطس رحت على ابطال افريقيا في نوفمبر، خدت دوري ابطال افريقيا بكره قفشه لو فاكرين القاضيه، وبعدين دخلت على كاس مصر، خدت كاس مصر، انطلاع الجيش بضربات الجزاء برضو لو فاكرين حضراتكم، وبعدين بعديها كمان سوبر افريقي. ده احنا بنتكلم ايه؟ بنتكلم على هي مش سنه، وبعدين تالت كاس عالم انديه. كل ده بتتكلم من شهر اغسطس، من شهر اغسطس لحد فبراير، من اغسطس لديسمبر احنا جايبين ثلاث بطولات في ثلاث اربع شهور. اللعيبه دي بقى لعبت كام ماتش وحققت كام بطوله بالارقام؟